يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يطعن في سفيان الثوري فاعلم أنه كذا، وإذا رأيت الرجل من أهل مروي يطعن في عبد الله بن المبارك فاعلم أنه مبتدع، وهكذا. فالذي يطعن في الشيخ ربيع هذا دليل على أنه مبتدع. As a trending, and how me and you, we know how to deal with those. I listened to the advice of my sheikh Abu Ishaq al-Huwayni and another sheikh I love, Ahmed al-Naqib, He said, just make dua for them. هذان يعتبران من المبتدعة، أي نعم لا كلامه الأيضاء سفر، وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي لايطة بالبدعة وهي التابعة لمحمد شرور، فهذه أيضا وهذه أيضا من عليها تعتبر مجلة بدعة. هذا من أدل الأدلة على أننا لا نوحد الله عز وجل توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصوصيات توحيد الألوهية، هل كلامه صحيح؟ هذا عنده هو، أما عند أهل السنة والجماعة أخص الخصوصية إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك بالله عز وجل، والحاكمية نوع من أنواع توحيد الألوهية، ليست هي الأخص. الأخص إفراد الله بالعبادة. نعم. وهذا سؤال آخر يقول: ما قولكم في الشيخ أبي إسحاق الحويني، وهل تسمعون بسماع أشرطته ودروسه؟ أقول: لا، لا ينصح بسماع أشرطته ولا بدروسه. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو وضع كل من محمد المغراوي وأبو إسحاق الحويني وحسن يعقوب؟ الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تكفيري، وأبو إسحاق الحويني كذلك، وهو من أصدقاء أبي الحسن ومناصريه. I would highly advise people to go to my YouTube channel, and it's for free. I don't charge for that. Huh? Alhamdulillah, it's no ads even. Well, with the grace of Allah till now. If you go there, there is a series, a playlist with the name of The Islamic Faith. Hmm. And this is a book was written by Sheikh Abdul Aziz Al-Turaifi, which is a lot of the people are against, and a lot of the super Salafis accuse him of being Khawarij, of this and that. بالتلمع بل أنا أقول قاعدة: إذا وجدت الرجل يلمع من الحزبيين ويبرز على أنه الحافظ المحدث الفقيه الإمام فاعلم أنه منحرف، مثل الددو ومثل الطريفي ومثل العريفي. هؤلاء منحرفون على منهج الإخوان وعندهم انحرافات عقدية وشرعية، لكن هؤلاء يلم المحدث الكبير يحفظ الكتب الستة
فإذا وجدت التلميع من الحزبيين ومن وسائل الإعلام اليوم فاعلم أن وراء الأكمة ما وراءها. البسني على المبتدئ الإمام القرطبي نقل عن الإمام أحمد والأوزاعي وابن المبارك عرفته وعمر بن عبد العزيز أن من أثنى على مبتدع يعرف حاله، يقول هذا مبتدع، عرفوا برضو أثنى عليه. قال القرطبي ألحقوا به، ألحقوا به. ودليل العلماء من السنة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده دليلهم يعني العلماء ما قالوا مبتدع ساي، ألبسنا على مبتدع، مبتدع ساي دي ما ساي، عندهم دليل. قالوا ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأئمة أئمة السلف قالوا ده مبتدع زي البرع واحد. كذلك الإنسان اللي بيثني على الحلبي خلاص، والحلبي ذو المبتدع مستقر خلاص، اللي بيثني عليه عرف حاله ده يبقى مبتدع زيه.